في 10 كيلومترات المنصورية. الحمد لله أنا فرحان بعد النتيجة هذا بعد غياب لمدة 3 أشهر، والحمد لله أنا فرحان باللي رجعت، وكنتمنى إن شاء الله هذا السباق هذا يعطينا واحد الحافز معنوي، وإن شاء الله نوجد سباقات أخرى إن شاء الله الجايين، وكنتمنى إن شاء الله نكون إن شاء الله ان شاء الله في هذه السباقات ان شاء الله اللي غادي ان شاء الله اللي غادي نلعب كل ان شاء الله مزيان. بالنسبه للمنافسه كانوا العدائل في المستوى، حتى يلا رجعت لمده 20 يوم، كنت حابس واحد مده شهر، والحمد لله الله رجعت ان شاء الله رجعت، والمنافسه كانت قويه بين العدائين، وان شاء الله كنتمنى ان شاء الله نمشي ان شاء الله نحسن ان شاء الله التوقيت ديالي. وحتى الان مازال ما عنديش واحد البروغرام، ولكن ان شاء الله مع مرور الوقت ان شاء الله غادي ندير ان شاء الله واحد البروغرام ديالي، ونشوف ان شاء الله فين غادي نلعب. صراحة التنظيم كان في مستوى، وكنت الحمد لله ما لقيت حتى شي اشكال، وكنتمنى ان شاء الله هذا السباق المنصورية ان شاء الله يكبر ان شاء الله يكون بحال السباقات الكبار.